السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم هناء من قناة كل شيء مهمزي. كيراكم حباباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راني طلعت للفيرما وصورت لكم شجرة تاع اللوز من الأرض تاع شيخي. قلت الله نوري لكم شفت، يعني بغيت نوري لكم ثاني اللوز واش كبار داير. وسمحوا لي على زعما واش السميشه ما قدرتش نصور مليح، قلت معليش بصح هكاك نصور لكم. شوفوا ما شاء الله، شوف كامل هذا الشجر، هذو معمرين باللوز ما شاء الله. السنه راه دار اللوز وغير ان شاء الله، يعني خيرات بلادي ما شاء الله. ها هو شوفوا هذا الشجر، على بالكم بلي هذا الشجر والله زعما عمرهم طويل طويل طول. اللي كان شيخي كان صغير غرسهم، مازال الان راهم يديروا. قالنا خلوه ما تقلعوش، بما هو مات مسكين الله يرحمه ويسالي، بصح قالنا ما تقلعوش خلوهم حتى وحدهم يطيحوا، على هكاك خلوهم. ها شوف شحال داروا، الله يبارك. شوف ها شوف هذو كامل شجر تاع اللوز، يعني صورت لكم انا غير جهه، بس كون كاين جهه واحده اخرى كاين خدامه ما طقتش نهبد باش نصور لكم. قلت نصور اللي حدا اللي حدا الدار، يعني حدا وين نسكن دار شيخي. قلت نصور لكم، رحت انايا رحت غير في نهار طليت عليهم وعاود رجعت. قلت زعما كي شفت قلت الله نوري لكم باش تشوفوا واش زعما كاين، واش الخير تاع ربي اللي راه داير تاع اللوز. وكاع ان شاء الله ربي غير يكمل وينشف مليح باش يقلعوه، وان شاء الله كي يوليو يقلعوا فيه انا ثاني نوريكم كيفاش يقلعوا اللوز هنايا في المنطقه هذه. انا قلت ديجا كل خطره نديكم جبل من جبال الجزائر رائعه ما شاء الله، الله يبارك. وان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش غير اللايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.